فني مؤقت. طيب خلينا نروح لصاحب الهدف كريم بامبو، ايضا دونجا احد نجوم اللقاء، نشوف قالوا ايه لزملائنا ونرجع تاني. تحياتي لحضرتك كابتن شوبير. كريم بامبو لاعب نادي الاسماعيلي يحرز هدف التعادل، بيأدي حتى النهايه مع النادي الاسماعيلي رغم انتهاء عقده مع نهايه الموسم الحالي. كابتن كريم، تعادل النهارده شفته ازاي من وجهه نظرك؟ الحمد لله والحاجة على الجون، والحمد لله على الاداء. احنا كنا بنلعب على ماتش، كنا بنلعب على المكسب. النادي الاهلي فريق كبير جدا بيلعب على الدوري، ماتش النهارده صعب جدا، من اصعب الماتشات اللي لعبناها. كان احنا كلاعيبه الاسماعيلي علينا ضغط من الجمهور عشان الاداء الوحش طول السنه، ما خدناش مركز كويس، بس الحمد لله قدرنا نعمل اللي علينا والحمد لله النهارده. كابتن كريم، يعني بتقدم نظريه مختلفه، بتجتهد حتى الدقيقه الاخيره مع النادي الاسماعيلي برغم ان عقدك بينتهي مع نهايه الموسم الحالي. لا، انا عامل عقدي لغايه اخر لحظه، لازم اكون موجود في النادي واقدر اعمل ادي اللي عليا. اي لعيب كوره المفروض لازم كده بادي اللي عليا، عشان ما حدش بعد كده يقول كريم لا ده عشان خاطر خلاص عقده خلص الكلام ده. لا، انا بلعب لغايه اخر ثانيه والحمد لله، يعني ربنا بيوفقني، يعني ده توفيق من عند ربنا ان اجيب جوان وربنا يكرمني. يعني فكر ازاي الفتره اللي جايه؟ لا لسه والله لسه. عايز تقول ايه لجماهير النادي الاسماعيلي بقى يعني فتره متواجد فيها على مدار 4 سنين دلوقتي يا كابتن كريم؟ اكيد ليك رساله مهمه ليه. بشكرهم جدا والله، من اول ما رحت النادي الاسماعيلي هم واقفين معايا الحمد لله. من اللعيبه القليله اللي ما كانش فيه مثلا خسرنا كسبنا، يعني ما فيش حاجه شتيمه ولا حاجه ليا، بيحترموني وبحبهم جدا. طبعا هم زعلانين عشان خاطر ما خدناش حاجه السنه دي او ما اديناش اللي احنا عايزينه. جماهير الاسماعيلي دايما عايزه حاجه قويه، بتعرف مربع الذهبي بتنافس على الكاس، بس ما فيش نصيب النهارده، ما فيش نصيب السنه دي الحمد لله، يعني على كل حاجه وكل سنه وانت طيب. زعلان هو طبعا من لاعب النادي الاهلي، نادي كبير وبيلعبوا على البطوله، لكن احنا النادي الاسماعيلي والجماهير كانت عاشمنا في الماتش ده جدا، لان احنا مش زعلانين من الفتره اللي فاتت ونازلين فعلا، احنا اللعيبه نازلين نكسب، وشوف الهجمات وشوف الاستحواذ، فانا عن نفسي مضيع 3 جوال. انا عايز اسالك، الكره الاولانيه دي يعني غريبه جدا يا كابتن. والله هو الكابتن محمود النهارده مديني ادوار هجوميه زياده. فالحمد لله انا قدرت انفذ له ان انا اروح للجون، لكن ما فيش توفيق خالص معايا النهارده، لكن الحمد لله اخذنا بونت، لكن احنا كنا عاشمين في 3 بونت، لكن الحمد لله رب العالمين دي بقينا ماتش مع الجونه. نحاول ان شاء الله نكسبه 3 بونت عشان نصالح جميع النادي الاسماعيلي، ولو انها مش هتتصالح يعني بالمركز ده خالص، لكن ان شاء الله السنه الجديده ان شاء الله ان الناس تعمل حاجه كويسه تليق بالنادي الاسماعيلي. الحمد لله السنه الجديده موقف دونجا بقى، وخاصه ان عقده مع النادي الاسماعيلي بينتهي بنهايه الموسم الحالي، او الاعاره بتنتهي بنهايه الموسم الحالي، اعارتك وترجع نادي الزمالك. والله بدون مبالغه، انا مضيت على اجي النادي الاسماعيلي.